في داخل الاجتماعات بننتقد بعض في المنابر العامه حتى برا قدام مؤيدين بتاعنا وقدام شعب بتاعنا. وده هو السر بتاع النجاح بتاع اس بي ال. التنظيم في جنوب السودان لين ما التنظيم الوحيد الظاهر في تاريخ بتاع جنوب السودان. والنضال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان ما بدا ويس بي ال. بدا اجدادنا من ما جاء الاجانب في بلد ده. وشكله ما لنا البدانة شكل برامج اس بي ال. اجدادنا شكله وقعدوا حروب كثير وماتوا وفي جهادات كثيرة من اجدادنا سجنوهم ولا قتلوهم. وجاء النازنياني وقبل النازنياني في مؤتمر جوا. لكن اس بي ال ده التنظيم الوحيد القدر يحقق الحريه في جنوب السودان ويحقق الاستقلال في جنوب السودان. واحد من اسرار بتاعه ده القدره والشجاعه لانه نحن بننقذ انفسنا. ولو مشينا بصير غلط بنقول يا كومريد انت مشيت غلط. حتى الرئيس بتاعنا زار بنقول له انت ماشي بيصير غلط. صلى على السكر ده ارجع على السكر. Publicly or inside the meetings. مولانا في تاريخ بتاع اس بي ال بس نحن بدنا ننجح وكده انتقدنا بعض واتفقنا. لكن وكده ما يكون في نقد وزول يقول له يا فلان انت قاعد تغلط في ده في ده في ده حتى الرئيس ذاته وناس يرجعوا لوسائل ثانيه ده يعود يرجع اسمه الى مورا كثير. في 91 ناس دكتور ياب ودكتور لام طلعوا كلام انه ليه واحد دكتور غاني مسبوق وجابوا كلام كثير and it was public. دكتور جون وقال the high command did not precise them on their hajj, galom talu nina namal ijtima. No bodu namal ijtima de nina nakalam nijil al mashakil da u nale jazim babaya. Nas muki nilumu ba. Nas victoria rafaru. Umma ghararu. Yalanu istelaum ala khiyar ta harakat shafiru.